ربما كان سيقدم على شيء غادي يكون فضيحة على الصعيد الدولي. مثلا سائق تاكسي غير ما مرة تكلم قال لي ماذا يعني غادي نعمل؟ أنا ماشي أوباما باش نكون أستاذ جامعي ولا نكتب كتاب وندخل بحال كلينتون، شنو غادي ندير؟ نسوق تاكسي؟ هكذا يطرحها كاستفهام، ما بقاش عنده مريد مالي. لنتصور لو أن بكيران تصرف تصرف ما لينتشر في العالم بأن الدولة المغربية ينتهي فيها رئيس حكومة منتخب ديمقراطيا وأتى حوالي أكثر من 130 نائب برلماني ورئيس حزب رقم أول في المغرب ينتهي ليسترزق كأي يعني شيء غادي تكون سبة وغادي تكون فضيحة كبيرة.